موت الرحيم، القتل الرحيم أو المساعدة على الموت، تعددت التسميات والنتيجة واحدة. هولندا وبلجيكا أول الدول اللي سمحت للمريض إنهاء حياته، وفرنسا لهالسنة لطرحت القانون. إنسان ما اختار أي متى بده يعيش، بس بيقدر يختار أي متى بده يموت. مع الموت الرحيم ولا ضد الموت؟ أنه واحد حر يعني بده إياه. لازم ندرس الحالة قبل ما نقول مع أو ضد. Of course I am 100% with it. ضد، لأنه ربنا عطينا الحياة هو بياخدها. I had my mom that was dealing with cancer for 3 years and if she didn't have this right she would still be suffering. قد ايه بيكون الانسان عم يتعذب، بضل في امل لاخر تكه. اذا هو بده يموت يصطفل. انا معه. انا ضده وكنت اتشارع انا وياها. اللي شاف حدا مثل اللي انا شفته، شفت الشخص اكيد 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 جمعتين ثلاثه راح، ما في مجال والحكمة امضوا وكل شيء، انا معه. طب تو كونت باسكو تو ريفليشي با. عم بيقول لك بقى عندك 6 شهور تعيش خلص. هلا هيك لا هيك غير. ما هلا عم شبعت حالي. I'm a hypocrite. ايام خلص قد ايه مكتوب له كم سنه بده يعيش بده يعيش. اذا قال لي عندك 6 شهور تعيشهم حفلقهم، بس قال لي انه رح تتعذب ما بعرف اي متى حتموت ساعتها. املك باي باي.